السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في دورة صناعة فيديو ناجح للمبتدئين. بعد انتهاء الدورة ديت هتكون قادر على تسجيل فيديو احترافي، سواء كنت هتحطه على اليوتيوب او الفيسبوك او حتى على منصات تعليمية زي يوديمي. هنشرح في الفيديو ده 6 عناصر اساسية لصناعة اي فيديو ناجح. رقم 1، السكريبت. ازاي تكتب سكريبت بسيط يساعدك على تنظيم افكارك وادارة وقتك بشكل افضل. رقم 2، وهي تسجيل الفيديو. وايه هي الحاجات اللي ممكن تراعيها عشان تحصل على جودة عالية في الفيديو باقل امكانيات ممكنة. بعد ما تسجل الفيديو هندخل على رقم 3، وهي المونتاج. ودي مرحلة مهمة جدا لانها تساعد الفيديو بتاعك يظهر بشكل شيق، وكمان المؤثرات البصرية اللي انت بتحطها دي ممكن تكون بتساعدك على توصيل المعلومة. كمان الاخطاء اللي بتحصل في فترة ما كنت بتصور وانت مش شايفها ممكن تعالجها في فترة المونتاج. المرحلة الرابعة والاهم، وهي الـ SEO او السيو او الكلمات المفتاحية، وازاي توصل لجمهور اكبر من خلال الكلمات المفتاحية. انك تعرف مبادئ ولو بسيطة عن خوارزميات البحث وازاي ان هي شغالة، ده هيساعدك جدا في انتشار الفيديو. 5 حاجة قبل ما ترفع الفيديو على اليوتيوب، وهي تصميم صورة مصغرة جذابة بتتكلم على المحتوى اللي انت هتقدمه. ودي مهمة جدا 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 عشان المشاهد يدخل ويتحفز ان هو يتفرج على الفيديو بتاعك. بعد ما رفعت الفيديو بتاعك، في خطوة سادسة مهمة جدا، وهي ازاي تدي زقة للفيديو بتاعك عشان ربنا يكرمه ويوصل لاكبر عدد من المشاهدين. ده كان شرح مبسط للي هنقدمه في الدورة بتاعتنا. قول لنا في التعليقات ايه اكتر حاجة مستنيها انك تتعلمها في الكورس ده. في الفيديو اللي جاي هنتكلم عن اول حاجة، وهي كتابة السكريبت. وقبل ما تقفل، ياريت تشترك في القناة وساعد المحتوى الهادف. السلام عليكم. والنصيحة الأهم على الإطلاق، ما تنساش تشترك في القناة وتخليني أجري وراك في كل فيديو أطلب منك الكلام ده. اشترك بقى في القناة.